وعلى مدى 4 عقود شكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصن المنيع وصمام الأمان في مواجهة كافة التحديات للمضي قدما بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من النماء والارتقاء. وتأتي قمة الرياض في عامها 39 لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي إلى جانب النظر في التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة وكذلك آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية. مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان ولا زال الحصن المنيع لحماية تماسك الأمن الخليجي والبناء عليه لنقله إلى مستقبل أفضل، هو الأمل لشعوب المنطقة في وحدة الصف أمام التهديدات التي تحيط بها من كل حدب وصوب. 39 عاما من العمل المشترك ومسيرة تضمنت تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وضمان الأمن والسلم والاستقرار. واليوم يكمل القادة مسيرة العمل الخليجي المشترك مع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة خلال قمة الرياض وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاع والاقتصادية والقانونية. مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس ومشروع العملة الموحدة يعدان من أبرز الملفات النوعية المشتركة التي من المقرر أن تطرح على طاولة قادة دول الخليج الذين سينظروا أيضا في التقارير المرفوعة للقمة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة. التطورات السياسية والإقليمية والدولية ستكون على طاولة القادة لتناولها وكذلك مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ومن المتوقع أن تناقش القمة أيضا ملف الحرب على الإرهاب والتطرف وأزمة اليمن والمفاوضات التي تجرى في العاصمة السويدية ستوكهولم بعد نجاح قوات التحالف في معركة الحديدة في دفع الحوثيين إلى مائدة المفاوضات. الأزمة السورية لن يغفل عنها القادة وكذلك مآلات القضية الفلسطينية ستكون إحدى القضايا التي سيتم بحثها.